وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وأهمها استمرار أعمال قافلة الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر لدعم 2000 أسرة في الجيزة ضمن مبادرة بالهنا والشفاء. كمان النهاردة في ماتشات مهمة في التصفيات المؤهلة لكان 2023. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، قافلة الحماية الاجتماعية لصندوق تحيا مصر بتواصل خدماتها في توفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة في الجيزة ضمن مبادرة بالهنا والشفاء، وده تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم. كمان النهاردة مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك هتنظم ورشة عمل بعنوان تداعيات التغيرات المناخية على تصحر الأراضي والأمن الغذائي تحت رعاية الاتحاد النوعي للمناخ، وده في إطار استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر COP27. النهاردة المية هتقطع عن عدة مناطق في القاهرة، وبتشمل المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم وزهراء مدينة نصر بالكامل والمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل، وده بسبب أعمال التطوير والصيانة، وهيكون من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح بكرة. لعشاق كرة القدم الإفريقية، النهاردة المنتخب التونسي لكرة القدم هيواجه منتخب غينيا الاستوائية في ملعب حمادي العقربي برادس، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.